من الميادين، السلام عليكم وإلى العناوين. السيد خامنئي يؤكد أن بغداد لا تحتاج إلى دعم أجنبي لمواجهة داعش، والعبادي يقول أن الإرهاب يهدد جميع دول المنطقة. واشنطن ترى أن الوضع في عين العرب لا يزال هشا برغم سيطرة الكرد، وأنقرة تقول أن دخول البشمركة لا يزال قيد الدراسة. سجال سوري أمريكي حول الإرهاب في مجلس الأمن، والجعفري يطالب بمعاقبة الحلف الداعم للإرهاب في المنطقة. وزارة الدفاع التونسية تستدعي الاحتياط وتؤكد أن الجيش سيتولى تأمين الانتخابات التشريعية. أهلا بكم. أعرب مرشد الثورة في إيران السيد علي خامنئي عن عدم ثقته بصدق نيات من يتحدثون عن محاربة داعش والإرهاب في المنطقة في إشارة إلى واشنطن. خامنئي وخلال استقباله رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي رأى أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون على يد دول المنطقة نفسها. من جهته قال العبادي أن داعش والإرهاب خطر على كل المنطقة، لكن بعض الدول لا تدرك حجم هذا الخطر وأبعاده. الحراك باتجاه طهران جاء أيضا من روسيا بشخص سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشوف، حيث تطابقت مواقف الطرفين على مواجهة الأزمات في سوريا والعراق وليبيا. تقرير حازم كلاس. في اختيارها كوجهة لأول إطلالة خارجية بعد توليه منصبه، رسالة واضحة لم يخفها رئيس الوزراء العراقي في طهران في ظل أوضاع حرجة تعيشها المنطقة. إيران التي كانت أول من وقف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب بحسب العراقيين أنفسهم ستبقى معه حتى النهاية. تجديد للدعم وثقة بالقوات المسلحة والشعبية العراقية عبرت عنها طهران. أمن العراق من أمن إيران، ولن نتوانى عن أي دعم للحكومة العراقية. هذا ما سمعه العبادي من رأس السلطة هنا. زيارة السيد العبادي تدل على التقارب الكبير بين الرؤيتين الإيرانية والعراقية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والاتكاء على إمكانيات المنطقة ودولها بعيدا عن التدخل الخارجي. هنا تبدو الثقة منعدمة بتحالف الولايات المتحدة وحلفائها في محاربة الإرهاب، إرهاب تسببت بظهوره السياسات اللامسؤولة للقوى الخارجية وبعض دول المنطقة في سوريا كما يقول الرئيس الإيراني، بل أكثر من ذلك ضربات التحالف الجوية تصب على المدى الطويل في مصلحة داعش. وإذ يتفق الجميع على خطر داعش والإرهاب في المنطقة برمتها والعالم، ويؤكدون أن أمن المنطقة كل لا يتجزأ، ينتقدون دولا لا تزال غير مدركة لحجم هذا الخطر وأبعاده. أوضاع وظروف إقليمية ودولية ساقت أمين مجلس الأمن القومي الروسي إلى العاصمة الإيرانية أيضا. رفض للتفرد بإدارة الأزمات الدولية، وتأكيد أن حلها يجب أن يكون وفقا للقوانين الدولية. الطرفان متفقان على ضرورة حفظ سيادة ووحدة أراضي الدولتين السورية والعراقية، ويريان أن ظهور داعش هو نتيجة السياسات الخاطئة، خاصة فيما يخص دعم المجموعات الإرهابية، كما أنه ليس من الممكن والمنطقي تقسيم المجموعات المسلحة، فتقسيم الإرهابيين إلى جيدين أو سيئين أو وسطيين ليس إلا وهم. روسيا تدين الإرهاب بكل أشكاله وتعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع إيران فيما يخص التهديدات الإرهابية. إن أي تحرك لمواجهة التطرف يجب أن يكون مستندا إلى القوانين الدولية. حراك طهران الدبلوماسي باستقبالها لعبادي وبتراشوف وقبلهما المبعوث الأممي إلى سوريا ولاحقا نائب أمين عام الأمم المتحدة يان إلياسون يأتي في إطار محاولات لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. في السابق وصفت إيران الأوضاع في المنطقة بأنها تمر بمنعطف تاريخي خطير، ووقفت إلى جانب حلفائها. اليوم تجدد مواقفها وتحذيرها، وتدعو مع حلفائها الدوليين إلى حلول ناجعة تعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وتحظى بإجماع دولي، وتبتعد عن أخطاء الماضي. حازم كلاس، طهران، الميادين. ميدانيا، في العراق استشهد نحو 20 عراقيا وجرح آخرون في انفجار 3 سيارات مفخخة. الانفجارات استهدفت منطقة الطالبية شمال شرق بغداد، حيث استهدف أحدها مطعما شعبيا قبل أن يتبعه تفجير آخر أثناء تجمع المواطنين. وبعد ذلك انفجرت سيارة ثالثة في مكان قريب، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء.
إلى ذلك، فرضت السلطات الأمنية حظرا للتجوال في ناحية عملية الفلوجة جنوب الفلوجة بعد محاصرة تنظيم داعش لها من ثلاث جهات، هي الهريمات والحصي والمعامل غرب الناحية وشمالها وجنوبها. يستعد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني لإجراء زيارة قريبة إلى بغداد لبحث المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية. ويعطي التحاق الوزراء الكرد بالحكومة العراقية ودخول إقليم كردستان على خط المواجهة ضد داعش مؤشرات إيجابية تسبق هذه الزيارة التي قد تساهم في حلحلة المسائل العالقة بين الطرفين. دخول إقليم كردستان على خط المواجهة ضد تنظيم داعش بعث بمؤشرات سياسية إيجابية دعمت مواقف الكرد إزاء الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، وعلى رأسها مسألة البيشمركة، مؤشرات تسبق زيارة رئيس الحكومة نجرفان بارزاني إلى بغداد ولقائه برئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ولا سيما أن الرجلين يواجهان تحديا أمنيا لا يقل خطورة. الحكومة الاتحادية بحاجة إلى إقليم كردستان، وإقليم كردستان بحاجة إلى الحكومة الاتحادية من أجل محاربة الإرهاب ومن أجل بناء دولة قوية. مباشرة وزراء الكرد في بغداد، هذا أيضا ستساهم في تقريب وجهات نظر بين بغداد وأربيل. نتمنى أن يتم هذا اللقاء بشكل سريع، لأن بقاؤها دون حل فأكيد سوف لن تكون لمصلحة الطرفين. لكن من الوجهة الأخرى فإن أربيل ترهن بقاءها ضمن عراق موحد بتطبيق بغداد للمطالب الكردية، مطالب يرى مراقبون أن الظروف الراهنة لن تدفع باتجاه تحقيقها مجتمعة. نحن ندعم حكومة الاتحادية وحكومة العبادي، ونحن جزء من العراق وملتزمين بوحدة العراق، ولكن في حالة استمرارية الوضع كما كان عليه في السابق بالتأكيد لدينا خيار آخر. من ناحية العملية أعتقد بأنه حكومة الإقليم سوف ترضى بشروط شروط المركز، الحملة العسكرية، هاي كل العوامل هذه سوف ترتب أوضاع مالية جديدة للمركز لم تكن محسوبة في وفقا للميزانية السابقة والتي سبقتها. هي خطوة أولى على طريق انطلاق محادثات التفاهم مع بغداد، خطوة تكشف المصادر الكردية أن الحلول التي ستأتي بها تشمل جانب الرواتب وميزانية الإقليم وانخراط البيشمركة عمليا في الجيش العراقي. الظروف الراهنة لا تتحمل مزيدا من الخلافات، هكذا يقول الكرد، الأمر الذي يدفع بالسياسيين وبحسب مراقبين إلى إيجاد حلول لأزمات باتت تهدد وحدة العراق وتزيد من الوضع الأمني تعقيدا. محمد كريم أربيل، الميادين. أكد البنتاغون أن المقاتلين الكرد تلقوا معظم الأسلحة التي أسقطت قرب عين العرب كوباني شمال سوريا، وهم ما زالوا يسيطرون على القسم الأكبر منها. لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي حذر خلال مؤتمر صحفي من أن الوضع في المدينة هش برغم سيطرة الكرد ولا يزال قابلا للتغير. الوضع في كوباني يبقى هشا، ففي الوقت الراهن القوات الكردية التي حصلت مؤخرا على أسلحة وذخائر ومستلزمات طبية في عملية إنزال جوي نفذتها طائرات أمريكية صامدة بشكل جيد، في حين تتولى الغارات الجوية وقف هجمات مسلحي داعش على مواقع الأكراد. لكن هذا الوضع قابل لأن يتغير، فتنظيم داعش يواصل تهديد المقاتلين الأكراد مع وجود أعداد كبيرة من مسلحي داعش في بعض أنحاء المدينة. كلام كيربي جاء في وقت تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة في المدينة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومسلحي داعش التي اتسعت رقعتها مساء أمس لتشمل الأحياء الجنوبية من المدينة، وقد قتل في المواجهات أكثر من 20 مسلحا من داعش بينهم ضابط سعودي كان برتبة رائد قبل انضمامه للتنظيم، فيما أعلنت وحدة الشعب الكردي مقتل 3 من عناصرها في تلك المواجهات. وبينما تحدثت معلومات عن دخول البشمركة إلى الأراضي التركية بكامل لمعداتها وأسلحتها الثقيلة في طريقها إلى المدينة، أكد نائب رئيس مقاطعة كوباني خالد بركل للميادين أنه لم يبلغ رسميا بوصول دفعات البشمركة إلى عين العرب. إلى ذلك، نفى رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو في تصريحات متلفزة عبور قوات البشمركة إلى مدينة عين العرب كوباني، وقال إن المشاورات بشأن ذلك ما زالت مستمرة. من جهة ثانية، ندد أوغلو في كلمة له أمام البرلمان بالاحتجاجات التضامنية مع عين العرب، وقال إن الحرية والأمن يجب أن يكونا متوازنين، متواعدا باتخاذ سلسلة خطوات للحفاظ على الأمن في البلاد.
تحالف واشنطن الذي اتخذ داعش ذريعة للعودة إلى المنطقة يكشف عن سعيه إلى اسقاط الدولة السورية في المدن الأبعد، لكن روسيا وإيران تتفقان على عدم السماح له بتحقيق آماله. الإدارة الأمريكية التي تحاول الدلالة على صدقية مواجهة داعش في عين العرب كوباني تسعى لابتزاز الكرد المحاصرين في هويتهم السياسية. لقاء مساعدتهم في مواجهة داعش تسعى إلى توظيفهم في صفها السياسي والعسكري مقابل حفظ بقائهم على قيد الحياة. وزيادة في الطين بلة، تطمئن الخارجية الأمريكية تركيا بأنها ما زالت ترى حزب العمال إرهابيا. الأثمان التي تدفعها سوريا لقاء مسعى تحالف واشنطن لتقليم أظافر داعش أضخم بما لا يقاس مما تدفعه عين العرب كوباني. فالبيت الأبيض يعتمد استراتيجية الاستنزاف الطويل المدى أملا بأن يؤدي إلى شرذمة سوريا وسقوطها لقمة سائغة. تعليقا على هذه الاستراتيجية قال سيرجي لافروف إن علاقات روسيا مع واشنطن بلغت الحضيض، بيد أن روسيا أخذت تتحرك مع إيران نحو محور مقابل لتحالف واشنطن لمنعه من بلوغ غاياته. التفاهم بين مجلسي الأمن القومي الإيراني والروسي يقوم على قواعد من شأنها تعطيل مساعي تحالف واشنطن لإسقاط الدول وتغيير جغرافيتها السياسية بذريعة مواجهة داعش. روسيا وإيران تتعاونان لتسليح الدولة في سوريا والعراق ولبنان من أجل مواجهة داعش وتفويت الفرصة على استغلال ضعف التسلح في دول المنطقة، فهما تؤكدان أن داعش هو نتيجة تسليح الجماعات الإرهابية والمراهنة عليها لتغيير الأنظمة السياسية، بينما تستمر هذه المراهنة في تقسيم الجماعات نفسها إلى معارضة توصف بالجيدة ومعارضة سيئة. في هذا السبيل تسعى طهران إلى مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب يضم جهودا دولية مقابل تحالف واشنطن، فهي تنظر بأن الرد على داعش سيكون قاسيا، لكن هذا الرد يتضمن تحذيرا لواشنطن التي يقول عنها لافروف إن مراجعتها لحقيقة مكانتها في العالم ستأخذ وقتا. وفي شمال حلب الصعدة الجيش السوري السيطرة على كتيبة حفظ النظام والمسلمية ومعامل الزجاج والإسمنت بعد معارك واشتباكات مع المسلحين استمرت أياما. المناطق التي استعيدت تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي بدأ الجيش السوري منذ أسبوع وسيطر من خلالها على حندرات وسيفات والتلال المحيطة بها والتي أدت إلى إسقاط المناطق ناريا ومن ثم إلى تمشيطها. قطع طرق الإمداد للمسلحين المتجهة إلى مدينة حلب والسيطرة عليها وإكمال الطوق لحصار مدينة حلب إن شاء الله. الحركة كانت على مدى طويل قليلا بسبب محاولتنا قطع طرق إمداد المسلحين بشكل كامل عن المناطق اللي ذكرناها اللي هي معمل إسمنت الجبيلي، معمل الزجاج والسوق الحرة. قطع إمداد كان بضربات نارية مركزة من قبل عناصر الجيش، وأثناء انسحاب المسلحين منا، يعني انسحاب المسلحين صار بسرعة كبيرة بسبب الضغط الكبير عليه من الجيش، والحمد لله ما خسرنا، ما كان عندنا أي خسائر بصفوف الجيش. وخسائر المسلحين أثناء انسحاب كانت أكبر من طرق الإمداد اللي كانوا يدخلوا عليها للمناطق الموجودة هون.
تعود اليوم محاولة اعتبار النصرة فصيلا معتدلا ضمن الفصائل المقاتلة في سوريا لرفعها عن لائحة الإرهاب، فيما اقتصرت عمليات تحالف أمريكا ضد النصرة على عملية واحدة برغم أنها مشمولة بالقرار 2170 الذي يقضي بقتالها وتجفيف منابع دعمها وتمويلها. فمن يقف وراء الترويج للنصرة وإعادة تأهيلها كفصيل معتدل؟ تقرير ديما نصيف. غارتان لا أكثر نصيب جبهة النصرة من حرب أمريكا وحلفائها ضد الإرهاب وصواريخه في كفر دريان بريف إدلب في اليوم الأول للحرب. الهدف لم يكن النصرة بل شقيقتها مجموعة خراسان، حيث قتل متزعمها الكويتي محسن الفضلي. القصف توقف لتبدأ عملية إعادة تأهيل النصرة والترويج لها كمجموعة سورية معارضة لا خطر إرهابيا يخشى منها. التسويق لاعتدال النصرة روجت له شخصيات لبنانية وسورية استندت إلى أن أتباع أبو محمد الجولاني أكثرهم سوري، وبأنها لم ترتكب فظائع كداعش ولم تقم لها إمارة أو دولة خلافة، بل إنها كانت أول من حارب داعش نفسها. من أجل إنهاء حالة التطرف القصوى والعداء لإسرائيل أو للمسيحيين أو العداءات المحتملة، لابد من خلق فصيل ينتمي للإسلام أو متأسلم ينتمي للإسلام من أجل اجتذاب عناصر له أو موارد بشرية له، بعد أن نجحت داعش في اجتذاب العناصر البشرية باسم الدين. المعارضة السورية اعتبرت النصرة جزءا منها على الدوام. الزعيم السابق للائتلاف السوري معاذ الخطيب اعتبر تصنيفها إرهابية تسرعا من أمريكا. جورج صبرا زعيم المجلس الوطني كان يطمئن مسيحيي محردة تحت حصار وقصف النصرة ألا خطر عليهم. قطر وتركيا روجتا لاستعادة النصرة باعتبارها وسيطا مقبولا في الإفراج عن رهائنها من قوات الفصل في الجولان. لكن النصرة كانت أول من بدأ العمليات الإرهابية في دمشق في حي الميدان. أما تحفظها على نشر صور الفظائع فلا يعفيها مما ارتكبت في اللاذقية من مجازر إلى جانب داعش أو في معلولة وعدرا بحق المدنيين والعسكريين. وغلبة السورية عليها يأتي أولا من تفضيل المقاتلين الأجانب الانضمام إلى التنظيم الأغنى والأقوى داعش، ولأنها منذ البداية لم تدخل في صدام مباشر مع الفصائل المسلحة وأجلت مشاريعها على ما كانت تعلن في بياناتها إلى ما بعد التمكين، أي إسقاط النظام. إخراج النصرة من خارطة المجموعات المسلحة سيفرض مواجهتها في مناطق حيوية كالقلمون وهي الفصيل الأكبر فيه، أو في الجنوب حيث تلعب دورا مركزيا في إنشاء المنطقة العازلة على حدود الجولان المحتل. والأهم أن تصنيفها إرهابية سيحرم المجموعات المسلحة في سوريا من فصيل كبير وهو الأقوى في العمل العسكري قياسا بالجيش الحر الذي بدأ بالاضمحلال تاركا وراءه المجموعات السورية المسلحة تحت رايات النصرة أو المجموعات الجهادية الأخرى بشكل شبه حصري. ديما نصيف، دمشق، الميادين. يؤكد معارضو الداخل السوري رفضهم المشروع التركي لإقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية. القوى المعارضة تنبه إلى ضرورة مواجهة خطر تنظيم داعش على بنية الدولة السورية بصرف النظر عن موالاة ومعارضة. تقرير محمد الخضر. داعش يجبر معارضي الداخل السوري على تغيير أولوياتهم. هجوم عنيف يخوضه التنظيم على عين العرب كوباني، ومعارك يشعلها ضد الجيش الحر ومجموعات مسلحة أخرى في أرياف الحسكة ودير الزور وإدلب. واقع فرض على المعارضة الداخلية التنبه لخطر داهم على وحدة سوريا. ظهور داعش أدخل معطى جديدا وحاسما بالكامل في الأزمة السورية. هذا المعطى يطال الإبادة البشرية، يطال حق الحياة للإنسان، يطال كل شيء مقدس في الحياة الإنسانية الحديثة. الموقف الوحيد الصائب هو الموقف الذي سطره أبطال المقاومة الشعبية في عين العرب. خطر ترى فيه تيارات معارضة بأنه يطال بنية الدولة، فالتطورات الميدانية تترافق بدعوات لا تقل خطورة، أبرزها المشروع التركي لإقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية. الخطر الذي تواجهه سوريا الآن هو خطر
إنهاء الوجود السوري بشكل كامل. الخطر داعش وخطر ما يحدث في الشمال السوري وفي الجنوب أيضا هو خطر قد يلتهم التاريخ والجغرافيا والمجتمع والناس. لذلك الآن لا مجال للحديث عن موالاة ومعارضة فقط، الآن الحديث هو عن قوة وطنية وعن عمل وطني جاد. معطيات تفرض على السوريين التنبه لخطر وجودي يتجاوز شعارات إسقاط النظام. كنا نسمع في البداية تصعيد للمواقف ومطالبات بإسقاط النظام وإلى ما هنالك من أمور. الآن يعني لو بقوا على نفس هذه الأهداف لوجدنا هناك تقارب بينهم وبين الأهداف الدولية للمستعمرين الذين يحاولون الدخول على الأراضي السورية. بالرغم من ضعف حضور معارضي الداخل في المشهد السوري العام، إلا أن تحركات واسعة تجري باتجاه توافقات عريضة للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية كعنوان جامع. داعش والتلويح التركي بمنطقة آمنة داخل الأراضي السورية، بعثرا أوراق المعارضة السورية في الداخل على الأقل. الأولويات تتبدل بسرعة اليوم وتتجه نحو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية في مواجهة أخطار باتت جدية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. في أول زيارة لها إلى موسكو بعد تعيينه مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أكد ستيفان دي ماستورا أن لا حل عسكريا للأزمة السورية. من جانبه شدد رئيس الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف على ضرورة مشاركة دول الجوار السوري في دعم العملية السلمية في هذا البلد. تقرير سلام العبيدي. بعد كل من دمشق وطهران كانت موسكو المحطة الثالثة في جولة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. ترتيب يبدو منطقيا ويعكس الواقع على الأرض. إيران وروسيا تحديدا أكثر من يجتهد بالقول والفعل لإيصال السوريين إلى بر الأمان والسلام. لذا كان مفهوما موقف رئيس الدبلوماسية الروسية من شروط بث الروح من جديد في العملية السلمية. من أجل نجاح جهودنا المشتركة يجب تأمين أوسع مشاركة لوفد المعارضة السورية، وثانيا يجب ضمان مشاركة واسعة لكل دول ما يسمى بالدائرة الخارجية أي دول الجوار السوري. المبعوث الأممي لم يكتفي بالثناء على قول الوزير لافروف، لا بل جاء بمسلمة لطالما رددها المسؤولون الروس في المحافل كافة. نحن نعتقد أن تسوية القضية بالوسائل العسكرية مستبعدة تماما، وينبغي علينا حل هذه القضية عن طريق الحوار السياسي الذي يجب أن يكون داخليا وشاملا. ظهور داعش بقوة في المشهد السوري الذي بات عراقيا أيضا يجب أن لا يخلط أوراق التسوية السلمية في سوريا بغض النظر عن الأجندات الخارجية كما يرى بعض الخبراء. أعتقد أن مفتاح الحل هو ذلك الحل الوسط الذي سيتوصل إليه السوريون بأنفسهم من دون إملاءات خارجية. في تقديري أن موقف الحكومة السورية هو أكثر قوة ومتانة من موقف المعارضة المتنوع. ثمة محاولة جديدة للعودة إلى جنيف في ظل تفاقم الأوضاع في كل من سوريا والعراق. موسكو وطهران تعتزمان التنسيق قدما في هذه وغيرها من القضايا، لا سيما أن سكرتير أمنها القومي نيكولاي باتروشيف متواجد حاليا في العاصمة الإيرانية. لا خلاف بين سيرجي لافروف وستيفان دي ميستورا على أن لا حل عسكريا للأزمة السورية وأن المرجعية تبقى لاتفاقيات جنيف. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. رفعت كندا مستوى التهديد الإرهابي من منخفض إلى متوسط بسبب زيادة ما وصفته بثرثارة جماعات متطرفة مثل داعش وتنظيم القاعدة، نافية أن يكون ذلك بسبب تهديد معين. جاء ذلك بعد ساعات من قتل الشرطة في كيبيك رجلا كنديا يعتقد أنه متشدد إسلامي كان قد دهس جنديين ما أدى إلى مقتل أحدهما. وبحسب الشرطة فإن الشاب سبق أن اعتقل في تموز يوليو الماضي بينما كان على وشك السفر إلى تركيا وقد سحب منه جواز سفره. لم تتجاوب الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة مع مطلب الفلسطيني بإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إعلان دولة فلسطينية ضمن مهلة زمنية لا تتجاوز عامين. وطغت قضايا الإرهاب على نقاشات المجلس في الجلسة التي كانت مخصصة في الأساس للقضية الفلسطينية، حيث هاجمت واشنطن دمشق فيما دعا المندوب السوري بشار الجعفري إلى محاسبة الحلف الداعم للإرهاب في المنطقة. تقرير نزار عبود.
منذ أسابيع والفلسطينيون يسعون لحمل مجلس الأمن الدولي على النظر بمشروع قرار يفرض تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحديد جدول زمني لإعلان دولة فلسطينية بموجب قرار يصدر عنه. وفي المقابل كان الاحتلال يسرع الاستيطان ويقتحم الأماكن المقدسة ويحرق المساجد ويوقع الكثير من الضحايا بين شهيد وجريح دون خشية من حساب أو عقاب. لقد بددت إسرائيل الثقة بالعمليات السياسية، وأن الأوان لتجاوز الكلام عن الدولتين نظريا والمضي قدما في تحقيق ذلك. أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قال إن كل التقارير الرسمية تعجز عن نقل صورة الدمار التي شهدها بأم العين في غزة، لكن الولايات المتحدة قدمت محاربة الإرهاب ومحاسبة الحكم السوري على ما عداه. علينا إلحاق الهزيمة بداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، ويجب محاسبة كل المسؤولين في نظام الأسد. سوريا ردت بأن الدول التي تحمي إسرائيل في مجلس الأمن الدولي وتقيم تحالفات إقليمية خارج الأطر الشرعية تغذي الإرهاب وتشجعه. لقد آن الأوان للأمم المتحدة أن تتحرك لمحاسبة الحلف الإرهابي التركي السعودي القطري الإسرائيلي، والذي يسعى لتدمير سوريا باستخدام الإرهاب وسفك دماء شعبها وقتل القضية الفلسطينية من أجل تحقيق مشروع ما يسمى بيهودية إسرائيل. وفيما اتهم المندوب الإسرائيلي إيران بالوقوف وراء كل مصائب المنطقة، شجبت إيران جرائم إسرائيل المستمرة بحق شعوب المنطقة على مدى 7 عقود، واتهمتها بتعطيل المفاوضات النووية. من المعروف جيدا أن النظام الصهيوني يخرب المفاوضات الجيدة والرزينة بين إيران ومجموعة 5+1. حثت روسيا على تفعيل دور اللجنة الرباعية والتعاون الدولي مع سوريا وإيران في الحرب على الإرهاب. بالرغم من الطبيعة المستعجلة للأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما تزال بعض الدول النافذة في مجلس الأمن الدولي تتعاطى مع هذه القضية كما لو أنها تحتمل التأجيل لعقود. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. في بيروت اختتمت الهيئة التأسيسية لاتحاد علماء المقاومة اجتماعها الأول عبر انتخاب الشيخ ماهر حمود من لبنان أمينا عاما للاتحاد، وأكدت الكلمات الوقوفة عند محاولة حرف بوصلة المواجهة عن العدو الإسرائيلي إلى الداخل الإسلامي، كما أعلن تخصيص 3 ملايين دولار للمساعدة على إعمار غزة كمساعدة أولية. اختتمت الهيئة التأسيسية لاتحاد علماء المقاومة اجتماعها الأول في بيروت معلنة عن انتخاب أمين عام للاتحاد، وهو الشيخ ماهر حمود. الأمين العام للاتحاد سماحة الشيخ ماهر حمود لبنان. محمد وآل محمد. الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة توجه بكلمة إثر انتخابه معلنا وقوف الاتحاد إلى جانب فلسطين والعمل على التصدي لكل محاولات التفرقة، مؤكدا أن الاتحاد سيكون منطلقا لنشر ثقافة المقاومة. اتحاد علماء المقاومة ليس فقط شكلا وليس يعني شكلا تنظيميا أو اسما يضاف على الساحة، بل نتمنى أن يكون منطلقا وإطارا ننطلق منه، أولا لنشر هذه الثقافة، وثانيا للعمل على تحقيقها من خلال طبعا إيقاظ الوعي لدى الأمة، هذه الأمة التي يغفو أكثرها اليوم لابد أن تستيقظ. وكيل أمين عام الاتحاد الشيخ محسن الأراكي أعلن في ختام المؤتمر عن جمع الاتحاد 3 ملايين دولار سوف تقدم للمشاركة في إعادة إعمار غزة. وبودي أن أعلن أنه تم جمع مبلغ ما يقرب من 3 ملايين دولار وسوف تقدم لغزة لإعمار غزة، بالإضافة إلى تجديد بناء 5 مساجد إن شاء الله يتولاها الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة. طبعا هذا
ما تم جمعه حتى الآن، والمسيرة مستمرة، وهذه هي الدفعة الأولى في الواقع. البيان الختامي أكد ضرورة وضع القضية الفلسطينية في سلم الأولويات، كذلك شدد على ضرورة توعية الأمة حول ما يحاك ضدها من مؤامرات التمزيق والفتنة لحرف بوصلة المواجهة مع العدو الإسرائيلي إلى الداخل الإسلامي. تمكنت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي من ضبط مواطن أمريكي الجنسية من أصل سودانية من قطر وبحوزته أدوات تجسس. وتبين خلال عملية التفتيش أن بحوزته 4 مناظير للمراقبة والتجسس، أحدها ليلية، و4 أقلام تسجيل مزودة بكاميرات، إضافة إلى 3 حواسيب محملة بمعلومات شديدة الخطورة تخص أمن الدولة وصورا فوتوغرافية تخص الأمن القومي. تواصل إسرائيل توسعها الاستيطاني بأساليب مختلفة. مجموعة من المستوطنين استولت على مبنيين سكنيين في حي الحارة الوسطى في سلوان، ما يرفع عدد الوحدات الاستيطانية فيه إلى 4. هبة الله بيطار. تضرب أم محمد باب المنزل، تريد طرد من هم بداخله، فهم ليسوا إلا مستوطنين استولوا على مبنيين سكنيين في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. ساعة 2 اقتحموا الدار 40 مستوطن، دخلوا الدار الليلة بيجي 40 مستوطن، لا حماية ولا فتح الباب ودخلوا، كلهم جيران عرب، ما في ولا واحد يهودي في الحارة هاي كلها، كلهم عرب، كلهم عرب، ولعشان هاي بقرة كلها مقدسات إسلامية هون الأقصى، بدهم كلهم يستحلوا العالم عايش. المبنيان كانا خاليين من السكان، وبحسب مركز معلومات وادي حلوة فإن الجمعيات الاستيطانية تحاول السيطرة على حي الحارة الوسطى في بلدة سلوان في القدس الشرقية بدعوى أنه إرث يهودي. عدد المستوطنين في سلوان يرتفع وقد يصل إلى 500 مستوطن، ومع الاستيلاء على المبنيين الجديدين يصبح عدد الوحدات الاستيطانية في الحارة الوسطى 4 وحدات. هذا استعمار استيطاني، عندما يشتري إسرائيلي أرضا في الضفة الغربية تصبح منطقة عسكرية تحميها الحكومة الإسرائيلية وتتحكم فيها، وتصبح جزءا من المفاوضات مع الإسرائيليين حول الأراضي المستقبلية للدولة الفلسطينية. الأمر مرتبط بالسياسة وبمحاولة أخذ أراضينا ولوضع حد لمطالبتنا بأرضنا. سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستولي على العقارات بحجج وأساليب مختلفة، أحيانا تدعي أنها أملاك يهودية قديمة، أو تستولي عليها عن طريق ما يعرف بحارس أملاك الغائبين أو بوسائل أخرى، وفي جميع الأحوال تواصل قضم أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم دون أن يستطيع أحد الوقوف في طريق التوسع الاستيطاني وحماية المناطق والأراضي الفلسطينية، حتى الإدانات العربية الخجولة ما عادت تصدر. أعلنت اللجان الشعبية في العاصمة اليمنية اعتقال 5 عناصر من تنظيم القاعدة في إطار إحباطها لمحاولتي استهداف مخيمات الاعتصام في مداخل صنعاء بحزمة ناسفة وحقيبة مفخخة. وفي مدينة رداع قتل ضابط يمني وأصيب 3 جنود باشتباكات مع القاعدة في نقطة دار النجد. إلى ذلك قال مصدر في حركة أنصار الله للميادين إن اللجان الشعبية تواصل محاصرة عناصر القاعدة في قيفة والمناسح بالبيضاء وتلحق بها ضربات موجعة، كما أنها أسرت عددا من عناصر القاعدة في ردع. أعلن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان فوز البشير برئاسة دورة جديدة للحزب، ليكون بذلك مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة. تقرير محي الدين جبريل. الرئيس السوداني يفوز بولاية جديدة من رئاسته للحزب الحاكم، خطوة ستقوده لانتخابات الرئاسة المقبلة في نيسان أبريل من العام المقبل. البشير تصدر قائمة 5 من قادة الحزب كانوا نافسوه على الموقع. الأخ عمر حسن أحمد البشير حصل على 50%+1، ولذلك لا نحتاج إلا أن نقدمه للمؤتمر العام بإذن الله لاعتماده رئيسا للحزب في المرحلة القادمة. معارضون يرون أن إعادة انتخاب البشير لرئاسة الحزب ورئاسة الجمهورية تعني أن سياسات غريمهم الحزب الحاكم لم تتغير.
وجود عمر البشير اليوم على سدة المؤتمر الوطني دفعوا رسالة للقوى السياسية إنه لن يحدث أي تغيير في خارج الساحة السياسية بالنسبة للقوى السياسية الموجودة على الساحة في السودان، سيظل الوضع كما هو. لكن مراقبين يرون أن خطوة الحزب الحاكم التي ستدفع البشير مرشحا للرئاسة ربما جاءت تفاديا لأي انقسام يواجه الحزب. يبدو أن الحزب الحاكم لم يجد حلا وسطا لتجنيب انقسام الحزب أو الاستقطاب سوى بإعادة ترشيح البشير، لأن التيارات المتنافسة على خلافته لديها مواقف متقاطعة، وكان سيؤدي ترشيح خلفا له في تمزيق الحزب أو انقسامه أو على الأقل استقطابات حادة تؤثر على مستقبله. وينتظر يعلن البشير في 25 من الشهر الجاري خطته للانتخابات المزمع إجراؤها في نيسان أبريل من العام المقبل. مرحلة جديدة بالبلاد وإن تشابهت ملامحها بعد إعلان تجديد رئاسة البشير للحزب الحاكم، إلا أن الأيام والشهور المقبلات موعودة بكثير من المتغيرات. محي الدين جبريل من العاصمة السودانية الخرطوم، الميادين. كشفت وزارة الدفاع التونسية عن تخصيص كل قوات الجيش بما فيها الاحتياط لتأمين نجاح الاستحقاق الانتخابي، وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة إلى أنه جرى تكثيف العمليات العسكرية في المرتفعات الغربية بالتنسيق مع الجزائر لتأمين الحدود المشتركة ولا سيما في مجال الاستعلام. التقرير سميح البوغان. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، المؤسسة العسكرية تستدعي جيش الاحتياط وتضع كل إمكانياتها المادية والبشرية لتأمين هذا الاستحقاق، والداخلية تستعد لنشر أكثر من 50,000 رجل أمن على كافة مكاتب الاقتراع. ارتفاع في نسق الدوريات الأمنية في مختلف المدن وتكثيف العمليات العسكرية في المرتفعات الغربية بالتعاون مع الجزائر، هكذا هو المشهد الأمني قبل أيام من موعد الانتخابات. كافة أفراد القوات المسلحة معنية بتأمين العملية الانتخابية. جيش الاحتياط بعد ما قمنا بالتثبت من صلاحية البدنية للأفراد ذوما وأهلناهم لفترة معينة وقع إدماجهم ضمن الوحدات العسكرية. كثفنا من العمليات متاعنا في المرتفعات الغربية للبلاد اللي والأماكن يشتبه وجود عناصر إرهابية فيها، ورفعنا خاصة من وتيرة عمليات التنسيق مع الجانب الجزائري. وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة جاهزة للاستحقاق الانتخابي ولتأمين الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأنها ستقوم بتأمين كل مراكز ومكاتب الاقتراع لأكثر من 20,000 عون أمن. محطة حاسمة ومفصلية تنتظر تونس في ظل تهديدات إرهابية جدية تترصد البلاد لإفشال مسارها الانتخابية. هذه التهديدات أكدتها جهات رسمية تونسية وجزائرية، ما يدعو بحسب المتابعين إلى المزيد من التأهب ورفع درجة اليقظة. مختلف هذه المحاولات فشلت، بالتأكيد تبقى المحطة الانتخابية القادمة هي المحطة الأبرز بالنسبة إلى هؤلاء لإفشال المسار الانتخابي وتحقيق برامجه، وبطبيعة الحال ما يجعل من التعزيزات الأمنية بهذه القوة ربما وبهذا العدد الكثيف. هواجس كثيرة تشغل الأمنيين كما المواطنين كلما اقترب موعد الاقتراع، وهيئة الانتخابات تسعى إلى توجيه رسائل طمأنة، لكن يبقى التخوف من المفاجأة سيد الموقف. استنفار أمني كبير في تونس مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وتكثيف من الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد، وتأكيدات من الجهات الأمنية على إنجاح الانتخابات ومواجهة خطر الإرهاب. سميح البغانمي، تونس، الميادين. أكد رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي أنه سيعمل على إقامة تحالف مع الأحزاب المقربة من حزبه التي تحمل الأفكار والتوجهات نفسها في حال فوزه بالانتخابات. رئيس حملة السبسي الانتخابية محسن مرزوق قال إن حركته ستحصل على ما بين 70 و80 مقعدا في مجلس نواب الشعب. أتوقع مرزوق أن تحصل النهضة ونداء تونس على نحو 145 مقعدا من أصل 217 مقعدا.
مع بداية العد التنازلي للانتخابات التونسية، تشهد مدينة سيدي بوزيد حالة من الهدوء على صعيد الحملات الانتخابية. كاميرا الميادين جالت في المدينة ورصدت آراء المواطنين من سير الحملات وتوقعاتهم من الانتخابات المقبلة. تقرير بلال مبروك. أقل من أسبوع يفصل سيدي بوزيد عن موعد 26 أكتوبر. حملات انتخابية متثاقلة وحضور باهت للأحزاب السياسية. الأسباب والانتظارات نرصدها بعين المواطن في التقرير التالي. الساحة العامة شبه فارغة، الاجتماعات الجماهيرية غائبة، فقط زحمة سير أناس يقضون شؤونهم. هو ملمح قد لا يوحي بوجود انتخابات وشيكة رغم قوة الرهان في مدينة سيدي بوزيد. لعل خيبة أمل للناخب كناخب، يقول لك عطيت صوتي معناها منذ 3 سنوات والمسألة ما تتغيرتش معناها كثيرا، ما ثمش حاجة ملموسة عدا الحرية. نقص الحراك في الانتخابات القادمة التي ما زال يفصلها لنا 4 أيام فقط هو نتيجة عزوف الشباب وفقدان الثقة، لأنه البطالة موجودة في آلاف مؤلفة عندنا بطالين من الشباب. إذن قد يعود هذا إلى خيبة أمل إن تابت الشباب، فأحلامهم أجهضت بعد أن ثاروا وتعبوا كثيرا بعد رحلة معاناة طويلة في البحث عن عمل. تقول عينة من الشباب صادفناها في أحد الأحياء أنه لا ثقة في الأحزاب بعد اليوم، وعود واحدة ذات ألوان متعددة. لأن درى الأحزاب هذه باش توثق باش ترجم هذايا كل البرامج بتاعها، باش ترجمها كل على ارض الواقع. عن التعليم تعب شوي، تعب 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 مش شوي. عن الصحة عظم عظمين، عن مرافق السير الأساسية في البلاد ماهيش حاجة. مرافق المدينة العمومية في حالة لها يرثى، والاستعجال في تأسيس مستشفى جامعي مطلب ملح. حاولنا دخول مستشفى المدينة جبهنا بالرفض، فنقل لنا أهالي المرضى حالة ما وراء الجدران. نحن هنا في مستشفى سيدي بوزيد تنقصنا عدة أشياء، منها الاختصاصات، ومنها الماتريال اللي يستعملوا فيه الطب، ومنها كل شيء في سيدي بوزيد ناقص. احنا حاجتنا مستشفى جامعي في سيدي بوزيد، هذاك المطلب الوحيد، اعطينا ما عشتنيش حتى بشيء اخر. بتنمية عادلة يمني اهالي سيدي بوزيد النفس، وقد يكون مطلبا هينا ومستحقا لمدينة قدمت الغالية والنفيسة حتى تخلص الجميع من أغلال القهر والظلم والديكتاتورية. بلال مبروك، سيدي بوزيد، الميادين. والآن إلى فقرة أولاد البلاد. الأساس هذه اللي حبيتها أنا، حبيت نخدمها، هذه مغروم بها نحب نخدمها. نحلم بها، كنا نرقد في الليل نحلم بها، نحلم بالخدمة، والخدمة هذيك أعطيها قيمتها وأعطيها حقها، والصنعة اللي يحب يتبعها ما تتحدش بالكل، يكون صنايعي يتعلم الصنعة مغروم بها. أما مش شباب تو مش مغروم حتى في شيء. مع رهواكم لهاب شالت في وسط جناني، لي ضحكتوا بكاني. أنا اسمي مختار بالمصطفى، ليش اسمي مختار؟ أنا عمري 68 سنة. وشكون ما يحبش يجي المنطقة عند راهم؟ عند راهم الناس يجوا لها عشربة من مال باهي، والهواء والطقس الباهي. هي البلاد فقيرة، بلاد فقيرة، الفقر موجود. بلاد مالها زوالة ومستقلعين، هم زوالة ومستقلعين. إحنا نستنوا في الحكومة وقتاش يتشد رئاسي رئيس في صوابه ويتلفتش للبلاد، يتلفت لهاش بنظرة هكا الباش يخدمها.
وإن شاء الله يقولوا جينا واحد يخدم البلاد. والله يخيف الخدمة هذية بعد ما نكبروا احنا نكبروا ما نلقوش شكون باش يخدم. تونس ننحتها ورد ولا عشق في كتاب هاي مدهول فاني ولا عشق في كتاب هاي مدهول فاني. إقبال كثيف شهد جناح قناة الميادين في المؤتمر الدولي لراديو وتلفزيون كوبا 2014، وسجل الفيلم المتعلق بغزة حضورا لافتا بين زوار الجناح. نحن مع أمريكا اللاتينية وأفريقيا الحرية والنضال، ومع آسيا التاريخ والبناء والعبقرية، لقادرون على إنجاز الكثير للبشرية بالتعاون وبالتفاعل والنضال المشترك. فسيفساء الصورة هنا على أرض كوبا صنعتها الميادين وصبغتها بطابع نضالي، جذبت كما كبيرا من الكوبيين ولكل رأيه الخاص. هذا الجناح متميز جدا، بل هو الجناح الأهم في المهرجان هذا العام، ويحمل الكثير من المعلومات وخاصة عن غزة، حيث أعطى صورة واضحة عن الفلسطينيين وشعوب أمريكا اللاتينية. الجناح يلفت الأنظار ويعطينا فكرة عن القادة العرب الذين أعطوا الكثير للإنسانية، وهذا مهم جدا لأننا متعاطفون جدا مع القضية الفلسطينية. الواقع كما هو لفت انتباه إعلامي كوبا، فمن كل حدب وصوب جاءوا بمطالب على أمل أن يتم تحقيقها في أقرب وقت. نتمنى على قناة الميادين أن تنشر أعمالها باللغة الإسبانية لتصل أسرع إلى شعوب أمريكا اللاتينية. كصحافي اهتم بجناح الميادين لأنني اهتم بتبادل الآراء والمعلومات بين مؤسستي وبين الميادين، وعند وصول المعلومة مشوهة يمكن أن نعتمد على الميادين لمعرفة الحقيقة كما هي. كان واضحا تأثر الكوبيين بالقضية الفلسطينية، فاستغلوا وجود أهلها على أرضهم ليعرفوا عن كثب أكثر واقع غزة المحاصرة. العديد من اللقاءات أجريناها بالتحديد إذا كنت أنا أو الزميل ناصر اللحام، كل الحديث يدور عن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع لفلسطين، أما قطاع غزة بشكل خاص فكان له النصيب الأكبر. بالفعل كانت الأسئلة تسأل عن عدد الشهداء، حجم الدمار، كيف أمضينا تلك الأيام. غرفة غزة في جناح الميادين كان لها نصيب الأسد من الوافدين لما حملته من معاناة وألام الغزيين. على وقع الموسيقى الكوبية من قلب العاصمة هافانا افتتح المؤتمر الدولي للراديو والتلفزيون. قاعة قصر المؤتمرات أمتها وفود عديدة من عشرات المؤسسات الإعلامية. التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في ظل التقدم التكنولوجي والتعاون في العديد من المجالات الإعلامية والاستفادة من الأجيال الشابة كانت الأبرز من بين المداخلات. كوبا مكان مميز لإقامة هكذا حدث. على المؤسسات التلفزيونية العامة أن تواجه التحديات عن طريق الاعتماد على النوعية الجيدة والإبداع. يجب علينا ومهما كان الثمن أن ندافع عن حق كل إنسان ليتكلم بلغته الخاصة ومقاومة التأثير الكبير للغة الإنجليزية. وأمريكا اللاتينية لديها الأفضلية لأنها تملك لغتين مختلفتين، الإسبانية والبرتغالية. 30 دولة تقريبا من العالم أجمع شاركت في المؤتمر، أما الحضور العربي فتمثل بالميادين وقناة فلسطين اليوم. هذا المؤتمر وهذا الحشد في كوبا يناصر قضايا المستضعفين وقضايا المحرومين في العالم، يقف ضد الظلم، يؤكد على القيم الثورية وقيم المقاومة، قيم العدالة والحرية والاستقلال والكرامة. التحديات التي تواجه الإعلام الكوبي ومستقبله ستكون حاضرة بكل تنوعاتها، من تقديم المعلومات وحتى الترفيه والتسلية. المؤتمر الدولي للإذاعة والتلفزيون كوبا 2014 سيستمر على مدار أيام خمس، وسيشهد العديد من الفعاليات والورش لمناقشة التحديات والمسؤوليات الإعلامية في العصر الحديث. من العاصمة الكوبية هافانا، عبد الرحمن عز الدين، الميادين.
والآن إلى عناوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح اليوم مع زميلتي هبة الله بطار. صباح الخير هبة. صباح الخير رانا. صباح الخير مشاهدينا. نستهل هذه الجولة من عمان مع صحيفة الوطن، وجاء فيها: الفلسطينيون الفيتو الأمريكي سيقابل بالانضمام للمنظمات، الحكومة الليبية تأمر الجيش بالتقدم لطرابلس، القبائل تدعو لحوار في القاهرة، الجيش السوري يتقدم بالقنيطرة، وروسيا تدعو لمفاوضات بمشاركة الجوار. الآن إلى الإمارات العربية المتحدة مع صحيفة الخليج: إب مسرح لمعارك الحوثيين والقاعدة والجيش غائب. أيضا في صحيفة الخليج نقرأ: داعش يفجر في كوباني ومفخخات تهز بغداد. إلى العراق مع صحيفة البيان، وفي عنوانها الأول: العبادي من طهران، لن نسمح بأن يكون العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة جارة، بحثا قضايا المنطقة وزيادة التبادل التجاري. واشنطن توافق على بيع العراق 46 ألف قذيفة دبابة إبرامز بقيمة 600 مليون دولار. إلى مصر مع صحيفة الأهرام، ونقرأ من عناوينها: جنوب اليمن يطلب الانفصال وإقامة دولة مستقلة، الجيش ينقل كتائب عسكرية إلى باب المندب لمواجهة احتمالات تهديد الملاحة. أما الآن فننتقل إلى الأردن مع صحيفة الدستور، وفيها: دعوات فلسطينية لانتفاضة جديدة نصرة للأقصى، الأردن يطالب إسرائيل بوقف أعمالها الاستفزازية في القدس. أيضا في الدستور: داعش يستولي على أسلحة ألقيت للأكراد في كوباني، مصر لا خطط لدينا لعمل عسكري ضد التنظيم. ومن الصحف السورية نختار صحيفة الوطن: الجيش يوسع سيطرته بريف حلب ومسلحو جوبر يفرون، داعش يستولي على أسلحة أمريكية بعين العرب وتركيا ما زالت تدعمه. موسكو واشنطن تجاهلت استخدام داعش مواد سامة في سوريا، الجزائر كنا الدولة المستهدفة بعد سوريا. الختام مشاهدينا من لبنان مع صحيفة الأخبار، وفيها: كيف اغتيل وسام الحسن، تحديد أكثر من 10 مشتبه فيهم ظهروا في تسجيلات كاميرات المراقبة. مع هذا العنوان نصل إلى ختام هذه الجولة. نعود الآن إلى الزميلة رانا. شكرا لك هبة.